حياكم الله مستمعينا الكرام، لازلنا معكم في أثير الخريف، هذه الرحلة الاستثنائية الخريفية المسائية التي هكذا تحلو بهذه المحطات المتنوعة، وما زادها جمالا وروعة مشاركة معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام وحضوره معنا اليوم في هذه الأجواء الطيبة. مساء الخير معاليك. سعيد جدا بوجودي بينكم، فعلا أنا فخور بكم من القلب، يعني ليس حديثا رسميا، ما حديث رسمي، فخورين بكم، فخورين بالكفاءات، فخورين بالشباب الجدد اللي هم يعني ينقلوا الإعلام إلى مرحلة جديدة للغاية، وقد شاهدنا هذا أيضا في عند زملائكم في التلفزيون الآن معكم أنتم، ومن الواضح أن هناك حركة إعلامية مختلفة الآن نشهدها في هذا الخريف، وبإذن الله القادم أفضل بحسن التخطيط وبحسن التنفيذ وبالإبداعات والابتكار في كل ناحية من نواحي الإعلام التي أنتم تقودونها. الله يسلمك ويعافيك معاليك، بالطبع مثل ما قال حسين شرفتنا ونورتنا، وبالطبع بهذه الزيارة الجميلة إنما هي أيضا دليل على متابعتكم الحثيثة على جهود الإعلام العماني سواء كان المقروء منه المكتوب المسموع، ووقوفكم على هذه التفاصيل في بالطبع إيصال صورة عن عمان الخير بمختلف مواسمها اللي أحدها بالطبع موسم ظفار ما نشهده حاليا. الحمد لله، وفعلا عمل استثنائي طبيعة الحال، عمل كل الجهات الحكومية هو عمل استثنائي في كل خريف. نعم. وهذا الخريف بالتحديد، هذا الموسم بالتحديد، يعني ما نجده شيء من يعني التطوير في كل مجال، تطوير ضخم للغاية في كل مجال، البنية التحتية هناك تطوير، مثل ما يعني أينما نذهب نرى المشاريع، نرى التطور، نرى التحسين والتطوير. نعم. يعني الإشكالات اللي كان البعض من الزوار سواء من مواطنين أو من ضيوف سلطنة عمان في موسم الخريف كانوا يشتكون منها أو يعبروا عنها. نعم. الآن اختفت، تكاد اختفت كلها. هذا أمر الإنسان ينبغي علينا كلنا كمواطنين وكزوار وكأيضا كإعلام أن يعني أن نشكر القائمين. نعم. على كل الجهود من مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، مواطنين أيضا يقومون بجهود استثنائية لإنجاح هذا الموسم، فموسم الخريف يعني ليس موسم حكوميا فقط، هو موسم الجميع. صحيح. موسم وطني، وكل أطراف الوطن، كل بمؤسساته بمواطنيه، العمل المجتمع المدني أيضا يقوم بأدوار عالية ومميزة للإنجاح، وما نشهده أنت سألتي عن أو ذكرتي الإعلام. نعم. يعني لا تتخيلي حجم ردود الفعل التي نتلقاها من قبل المشاهدين وحتى المستمعين، لأن لدينا يعني بث مرئي وإذاعة سلطنة عمان أيضا مسموعة في كل مكان الآن، ردود فعل شاكرة ومقدرة للنجاح الذي يعني يقوم به الشباب العماني من الإعلاميين في كل مجال. بالفعل معاليك، معاليك أيضا يعني دور الإعلام حاضر، يعني نحن نبث هذه المواد المسموعة والمرئية وسط هذه الجموع وسط الفعاليات لنقترب أكثر من المشهد وننقل أيضا هذا التطور الحاصل، وتفضلت حقيقة معاليك بكلمات مهمة أن هذا الموسم يشمل الجميع، يعني القطاع الحكومي والخاص والعام والجهود الأهلية والشبابية، وعايش أيضا فقرات البرنامج هي أيضا تتيح فرصة للشباب أن يتواجدوا معنا في مختلف أيضا الحلقات وفي رحلة أثير الخريف معليك. يعني والحقيقة أنه أي حديث في أي مجال هو حديث عن الشباب، يعني الشباب هم الفئة الغالبة من المجتمع العماني، فكل فعالية توجد تكاد تكون هي قائمة بأيادي الشباب وبإنجاز الشباب، وقبل هذا بفكر ورؤية الشباب على مستوى الحكومي. الرؤية الوطنية بأكملها تعتمد على الشباب، على فكر الشباب، على مستقبل الشباب، المستقبل هو للشباب ولأسباب التقدم التي تأخذ هذا الشاب ليقدم أفضل ما لديه لنفسه لأسرته لمجتمعه ووطنه وللإنسانية جمعاء. هذا يعني في بداية حديثي لما أقول فخور وسعيد، فعليا يعني القلب واحد سعيد وفخور أن نراكم وأنتم تقدمون أفضل ما لديكم لهذا الوطن العزيز ولإنجاح هذا الموسم الذي نستمتع به في كل مكان. نعم بالفعل، يعني ما تفضلت به الآن حول حديثك عن الشباب، وهذا أيضا نستلهمه جميعا من
حديث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق أيده الله وأعزه، واهتمامه البالغ بالشباب وكونهم ثروة هذا الوطن، الثروة التي لا تنضب، وبالفعل تمكينهم التمكين اللازم. بالطبع كذلك الإعلام لا يستطيع أن يقوم بدوره كما يجب إلا إذا كانت هناك تكاملية عظيمة بينه وبين مختلف مؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة. هذا التعاون والشراكة بينكم وبيننا جميعا كوزارة الإعلام بالطبع ومختلف المؤسسات، معالي كيف تراه؟ وأي عمل مثل ما ذكرنا قبل لا يمكن أن ينجح إلا بجهود الجميع، جهود متكاملة. نعم. والإعلام، ونحن في سياق الحديث عن الإعلام معكم الآن في هذا البرنامج الجميل للغاية والناجح، وبشركم ناجح، يعني كل ما نسمعه يعني مستمعين يدل على النجاح. الإعلام هو مجرد إظهار الأمر للمجتمع، وإنما إنجاح العملية الإعلامية من كل المؤسسات. صحيح. يعني نحن المؤسسة الإعلامية، وإنما العمل الإعلامي نفسه هو جهود كل المؤسسات التي هي أطراف للنجاح، الذي يكون من خلال برامج إذاعية أو تلفزيونية أو محتوى إلكتروني الآن. ونحن نشكر أيضا القائمين على المحتوى الإلكتروني في الإذاعة وفي التلفزيون، فأيضا الإعلام الإلكتروني. النجاح متكامل من كل الجهات، يعني الآن للمحافظة الظفار دور أساسي وضخم في إنجاح العمل الإعلامي نفسه. صحيح. البلدية ظفار لابد أن نتقدم لها بالشكر الجزيل على الأدوار التي تقوم بها، وفي يعني من صاحب السمو السيد المحافظ لديه رؤية أيضا يعني دقيقة للغاية ومنهجية، وجميع المؤسسات تقوم بدورها في تحقيق هذه الرؤية إلى واقع في مختلف الميادين. النجاح هذا متكامل مثل ما ذكرت، يعني نحن الآن نضرب مثال، أنا جاي قبل لحظات طريق من دربات استوديو، في دربات استوديو التلفزيون، في كل مكان يعني على اليمين على اليسار طريق ترى رجال شرطة عمان السلطانية مثلا. رجال الشرطة ينبغي أن نتقدم هذا نموذج فقط على العمل المتكامل. رجال الشرطة يقوموا بالتنظيم، يقوموا بحسن الإعداد لكثير من الأمور. نراهم يتقدمون الأفراد المجتمع في جوانب عديدة، فلهم الشكر والتقدير. الجهات الأخرى البلدية بطبيعة الحال، كل جهة، لا ننسى أيضا مؤسسات القطاع الخاص السياحية، لولا دورهم أيضا ما نجح الموسم، وهم قاموا بدور ضخم للغاية. ومن الأشياء السعيدة، أمس كنا في لقاء مع أحد مسؤولين في أحد الفنادق هنا الأساسية، ويعني السعيد في حديثي أنه يعني يقول أن نحن في يعني إشغار الفندق طول السنة، يقول بالعكس يعني دخلنا في خريف ظفار يمثل 20% فقط، طيب 20% من دخلنا السنوي، فهذا يدل أن هناك مؤسسات أخرى اللي هي مؤسسات القطاع الخاص تقوم في هذا الحديث، يعني في حديثنا مؤسسات سياحية، الفنادق وغيرها، تقوم بأدوار أيضا متكاملة مع أدوارنا مع أدواركم لنجاح هذا الموسم، والنجاح نجاح الجميع بإذن الله. وعليك استثمر هذه الفرصة وجودك معنا اليوم الحديث عن العمل الخليجي المشترك، ويتجلى هنا دور الإعلام هذا العام. ربما كان يعني حديث الجميع عن هذه التجربة الاستثنائية التي ستقدم وقدمت حقيقة يعني منذ الأسابيع خلال الفترة الماضية، كوكبة من المذيعين العمانيين والخليجيين. أهمية هذا التعاون الإعلامي في تسويق أيضا السياحة العمانية على المستوى الخليجي والإقليمي والدولي. هناك تنسيق، يعني لازم يعني في أمرين، أمر الرسائل الإعلامية هي مشتركة في دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، نفس الرسائل الإعلامية، رسائل الوطن، رسائل القيم، رسائل الأخلاق، رسائل البناء والتطور للمستقبل، هذا على مستوى الرسائل. يعني على مستوى التنظيمي هناك مجلس وزراء الإعلام، يعني دائما في اجتماعات وزراء الإعلام الخليجيين، ويتم الحديث عن هذه الجهود المشتركة وعلى ضرورة دمج القدرات ودمج الأفكار، بحيث أن العمل الخليجي يكون متكامل في جانب الإعلام. على مستوى تحقيق هذه الرؤى واقعا، فمثل ما أشرتم قبل قليل إلى وجود عدد من المذيعين من دول مجلس التعاون، ونحن
يعني نرحب بهم، نعيد ترحيب بهم في بلدهم، ويقومون بدور كبير جدا يعني، ونحن يعني لا نعدهم ضيوفا، هم من أبناء من أبناء من أبناء المكان، وليسوا ضيوفا على عمان، وما يقومون به يعني دور مقدر في إنجاح هذا الموسم وفي حضور الإنسان من دول المجلس في تلفزيون سلطنة عمان، يدل على هذه اللحمة الخليجية. وأيضا هو يعني من زاوية أخرى يساهم مساهمة كبيرة في الترويج لموسم خريف ظفار في دول مجلس التعاون الخليجي. بالفعل يعني كما ذكرتم وأشرتم، ونحن نشدد على هذا القول، أن هي الرسائل واحدة في هذا الوطن العربي الكبير والوطن والبيت الخليجي العظيم بالطبع، ورسائله السامية الوطن اللحمة. وفي هذه الحالة يعني في هذا السياق اسمحي لي تفضل، ينبغي الإشارة إلى ضرورة توحيد الرسائل الإعلامية والتوجهات الإعلامية، خصوصا مع ما نشهده من توجهات يعني مرفوضة من نواحي القيم ومن نواحي الأخلاق، ونشهدها، ولا نريد أن نشير بالتحديد إلى أمور محددة، ولكن بدأنا نشهدها على المستوى العالمي، على مستوى الإعلام العالمي. وجلالة السلطان المعظم في أكثر من سياق، وأذكر حتى في بيان أحد بيانات اجتماعات مجلس الوزراء، أشير إلى هذا، إلى ضرورة يعني التمسك بالقيم والتمسك بأخلاق وبهويتنا، لنصد هذه الظواهر غير الطيبة والتي يرفضها المجتمع، والحقيقة أن ترفضها الفطرة البشرية. أيضا هناك تنسيق بين دول المجلس في هذا الإطار. جميل جميل، نعم رائع، بارك الله فيك. بالفعل يعني صحيح. إنما هذه الثقافات تتماهى وتتداخل، ولكن هذا دور الإعلام، الدور الحي المهم جدا، هذا هو الدور المسؤول، وهذا الذي تقومون به، ويعني بارك الله أنتم فيكم. تقومون بأدوار ضخمة للغاية في توعية الناس، وفي ما نقول توجيه الناس، تذكير الناس. الناس عندهم لديهم كل هذه المنطلقات القيمية والأخلاقية والوطنية، ولكن تذكيره أن لا يقعوا ضحايا لتوجهات لا تأتي بالخير. بالفعل. فنشكركم يعني باسم، يعني لا أتحدث الآن كمسؤول، وإنما كإنسان كمواطن، لكم الشكر الجزيل في هذا ما تقومون به. يعني أدوار ما تقوم به هي أدوار عظيمة ومقدرة وأساسية بإذن الله تعالى. عائشة مثل ما ذكر معاليم، هذا أيضا قد يكون له مفهوم التربية الإعلامية، ويطول الحديث عنه، لكن صحيح. مهم جدا يعني مفهوم التربية الإعلامية الذي تصدر مؤخرا عدد من الندوات والمؤتمرات. الذي أيضا يعنى برفع مستوى، هناك مؤتمر في جامعة السلطان قابوس حول هذا. صحيح. وأنا بنفسي تحدثت فيه، ألقيت كلمة في فترة كورونا أتذكر عن بعد، وكان محور الحديث هو التربية الإعلامية، ضرورة تعزيز التربية الإعلامية والوعي الإعلامي علينا. يعني وأنا على يقين الآن متأكد أن كثير من المستمعين يستمعون إلينا وهم في مركباتهم، أن يوعوا أبنائهم بضرورة الحيطة، وضرورة أيضا الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي. عليهم أن يشرفوا عليهم، ويشرفوا على ما يتابعونه، ويشرفوا أيضا على مساهماتهم ومشاركاتهم، لا للحد من آرائهم، وإنما لصناعة إنسان قادر ومتمسك بالقيم الإنسانية ومنتج للمستقبل بإذن الله تعالى. سعيدين عايشة أكيد يعني، سعادتنا ما توصف يعني، وهي وجود معالي وإطراء البرنامج يعني بهذه المداخلات يعني، وبناء المستقبل كما من حيث انتهيت أقول معاليك، أن بناء المستقبل لا يتأتى إلا بهذه النفوس الواعية. بناء المستقبل يتم من خلال بناء الإنسان. نعم. من خلال بناء كل يعني الطفل. صحيح. يتم إنشاء هذا الطفل، وكل أب وكل أم يريد الخير لأطفاله، ويريد النجاح والتوفيق، وأن يكون هذا الابن أو البنت في المستقبل رجل المستقبل أو امرأة المستقبل على أفضل وعلى أكمل وجه. وبإذن الله تعالى الجميع يقوم بهذا الدور، والإعلام يقوم بدوري في هذا الشأن. نسأل الله التوفيق، ونسأل الله تعالى لجميع المستمعين الذين الآن هم في مركباتهم أن يقضوا أوقاتا سعيدة، من هم في محافظة ظفار، أوقاتا سعيدة
في هذا الجمال اللامتناهي. يعني أينما الإنسان يعني يتحرك ببصره يرى جمالا في كل شيء، والحمد لله ظفار هي بلد الجمال، وعمان هي بلد الجمال، وبإذن الله يعني سيكون هذا الموسم موسم ناجح من كل النواحي بإذن الله تعالى. موسم ناجح بجهود الجميع وباستشعار كل مسؤول لمسؤوليته العظيمة، ومن ضمنها بالطبع المسؤوليات الإعلامية. نحن لا يستعنى إلا نشكرك جزيل الشكر على هذه الدقائق التي أثريتنا بها، وبوجودك وبحديثك أيضا سواء الإعلامي أو المسؤول أو حتى الحديث الأبوي الذي أطلقته معي. الله يحفظكم وحفظكم الله، أتمنى لكم التوفيق، ونكرر سعادتنا وفخرنا بكم. بارك الله شكرا ولزملائكم أيضا القائمين على الجوانب الأخرى في العمل الإعلامي. ينبغي أن أشير هنا، ربما المستمعين يستمعون إلى المذيع أو المذيعة وأحيانا ضيوفهم من مسؤولين أو رجال شرطة أو ضيوف آخرين، إنما خلف العمل الإعلامي، أنا أحدث المستمعين الآن، خلف العمل الإعلامي فرق كبيرة جدا من الفنيين، من الإداريين، من الأعمال المساندة التي تشكل مجتمعة النجاح. لولا دورهم، وأنا أتقدم لهم بالشكر، كل زميل وزميلة يساهم وتساهم في إنجاح العمل الإعلامي لهم دور ضخم ومقدر، وهو جزء أساسي في النجاح، فلهم الشكر حتى لا ننساهم أيضا. صحيح، هو الشكر يعني مستحق عن جدارة بالطبع. نعم، جزاه الله خير معالي. حتى لا تستأثروا أيضا يعني تستأثروا بالثناء والمديح، وأنتم يعني من حقكم الثناء والمديح، لكن النجاح ونجاح متكامل للجميع بإذن الله. بالفعل، الله يحفظكم. مستمعينا ومتابعينا الكرام، في أثير الخريف كان معنا معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي في حديث استثنائي وشيق حول عدد من المواضيع لإثراء أيضا هذه الرحلة المسائية. بلا شك يعني متواصلين معكم إلى الساعة 7 مساء. بعد الفاصل نواصل معكم محطات أثير الخريف، خليكم معنا.